بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، صباح النور، صباح الجمال عليكم، صباح الأجواء الباردة الحلوة. يا أهلا وسهلا بكل اللي يسمعونا وبكل اللي انضموا معنا، بكل اللي أول مرة يسمعونا عبر أثير يو أف أم. حياكم الله وحلقة جديدة من برنامج هابي داي. راح أكون أنا معكم من خلف المايك بس مسالم إن شاء الله. اليوم راح نتكلم على شغلات كثير، مجموعة من الأخبار الغريبة، مجموعة من الأخبار التقنية عندي. تعرفون أحب كذا أنوع ما بين الأخبار عشان أخذ آرائكم وأشارككم فيها، وتشاركوني أكيد في تعليقاتكم عليها. وأيضا معي ضيف بالأمس أعلنت عنه عبر حسابي في التويتر، راح يظهر معي بفقرة رواد أعمال. لكل رائد ورائدة أعمال تواصلوا معايا عبر الخاص أو عبر الدايركت عندي في التويتر على حسابي بس مسالم. ونرجع نقول يا أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله معانا، وإن شاء الله راح نتناقش سوا وراح نشوف إذا أنتم فعلا يعني لكل رائدات ورواد الأعمال اللي يتواصلون معاي في التويتر أو حتى من خلال الواتساب الخاص فيني، أرسلوا لي كل مشاريعكم، كل التفاصيل الخاصة فيها، وإن شاء الله تكونون أحد ضيوفي هنا عبر الأثير. خليني قبل ما أدخل على فقرة رواد أعمال أذكركم بأرقام التواصل أو وسائل التواصل عندنا. هاشتاج البرنامج هابي داي اندرسكور يو اف ام، وحساب الاذاعه في بث مباشر عبر البريسكوب ات يو اف ام راديو، ايضا في بث مباشر عبر اليوتيوب. يا اهلا وسهلا، تقدرون تروحون على حساب الاذاعه وتاخذون كل التفاصيل في هذا الموضوع. والواتساب 0811 11 09 99. يا اهلا وسهلا، ونروح لرواد اعمال. واليوم راح يكون لقاء لكل عشاق الكتب، لكل عشاق النوادي الادبيه. انا اعرف انه يعني مود وعشاق هذا يعني هذا النوع من الفن كثير ناس تعشق شيء اسمه كتب، وكثير على فكره تسوي حتى نوادي ادبيه في بيتها، انها تختار كتاب وبعد ما تخلص وتبدأ تناقشه كذا مع الأشخاص اللي حولها. فأرجع أقول اليوم راح يكون حوارنا جدا جميل فيما يتعلق بحب القراءة والاطلاع عليها بشكل موسع. نروح على رواد أعمال وخلونا نتعرف على ضيفي لهذا اليوم. رواد أعمال، رواد أعمال. اهلا وسهلا، اقول صباح الخير لضيفي، منورني هنا في الاستوديو الاستاذ وليد العميل، هو مدير العلاقات العامه والاعلام في صالون ضاد الادبي، هو اللي ان شاء الله راح نسولف عنه. اهلا وسهلا يا وليد. اهلا وسهلا، حياك الله. صباح الورد. اهلا وسهلا، صباح. شلونك؟ الحمد لله تمام. يا اهلا وسهلا، صراحه نورتنا هنا في الاذاعه. انا سعيد اولا اني انا معك، ثانيا في البرنامج المتالق هابي داي، وثالثا في الاذاعه المتالقه اليو اف ام. اهلا وسهلا، بالعكس تشرفنا يا وليد. ويعني انا اعرف انه انت ما شاء الله عليك من يعني مستمع جيد للاذاعه، وكثير كثير سعيده بهذا الموضوع انه احد المستمعين وحاب فعلا فكره مشروع، وتناقشنا انا وياه وقلت له لا لازم تكون متواجد معنا هنا في الاستوديو عشان نحكي على موضوع انا اشوف انه كثير ناس يعني او عشاقه كثير، اللي هو قراءه الكتب والاطلاع عليها. فخليني كبدايه ابغى اعرف المستمعين على صالون ضاد الادبي. طيب، احنا صالون ضاد الادبي صالون تطوعي غير ربحي يهدف الى نشر الثقافه ووعي والتوعيه بالقراءه. طبعا احنا في صالون ضاد الادبي ملتقى نلتقي كل يوم ثلاثاء. حلو. عبر تطبيق الزوم اونلاين، كل ثلاثاء الساعه 7 عندنا موضوع نعلن عنه قبلها يمكن باسبوعين الى شهر، عندنا جدول شهري ينزل نعلن عنه في حسابات التواصل للصالون. الإعلان المسبق هذا يعطي أريحية للقارئ أنه يعرف أنه مثلا بعد 3 أسابيع في كتاب يناسبه راح يطرح، فممكن يقرأ من بدري أو يستعد له أو يضبط جدوله أنه بيحضر اللقاء هذا. فباختصار إحنا منصة تجمع القراء مع بعض ساعة إلى ساعة ونص كل أسبوع، نتناقش ونتحاور حول موضوع أو فكرة أو سيرة أدبية أو ثقافية، موعد ثابت اللي هو من في الثلاثاء من 7 إلى يمكن 8 ونص. حلو، يعني نقدر نقول إنه هي يعني من اسمها صالون كذا نقاش على حول كتاب، يعني يتم اختياره من قبل الصالون أو من قبل أحد المشتركين؟ هي ما في تعنت في الموضوع، يعني أحيانا إحنا مثلا كقراء كفريق عمل نعرف
الكتب المميزة أيوه. أو الكتب المرغوبة أو الكتب اللي نتمنى الناس يقرؤونها. إحنا نحاول قد ما نقدر أننا ننوع. يعني أنا مثلا لو كنت حاب المواضيع الأدبية أو الروايات أو لا، مرة نطرح تطوير ذات، مرة علم نفس، مرة تاريخ سيرة. فالتنوع هذا، لأنه مثل ما أنت بعرف أستاذة بسمة، التنوع في القراءات والتنوع في الكتب كثير. صح. فلازم إحنا قد ما نقدر نكون بيئة جاذبة للقراء. لازم نعرف القراء بالكتب اللي موجودة، لازم نخلق بيئة حوار بيننا إحنا كقراء ومع بعض، لازم نتقبل وجهات النظر، الاختلاف فيما بيننا. أحيانا نجمع الكاتب نفسه مع قراءة ويكون اللقاء حميمي، يعني أفضل من جميل كده. أفضل على من على فكرة أفضل من وهذا الكلام أخذته من كتاب طلعوا معنا، أفضل من القنوات. لأنه عندنا حنا يحس إنه هو من الأول، من أول ما بدأ مشروع الكتابة أنا الهدف. نعم. اللي هو القارئ. فإذا اجتمعنا مع بعض يعني يكون هو خلاص، أنا الناتج النهائي له. أنا اللي هو من الأول يكتب علشان أنا أتلقى. أيوة. فهنا يسمع النقد بالمباشر بدون مجاملة. هنا يسمع مني أنا أنه هنا أقنعتني وهنا ما أقنعتني وهنا حبيت وهنا ما حبيت. فصارت في مواقف كثيرة خلال الستة شهور انبسطنا فيها كثير، وانبسطوا حتى الكتاب. أيوة. ووعدونا إن شاء الله أنهم بيظهرون معنا في لقاءات ثانية. هؤلاء أنا مدين لهم كثير. الكتاب اللي تعاونوا معنا، وكل واحد ظهر على منصة ذات، سواء من القراء اللي قدم نفسه أو من الكتاب اللي رحبوا بفكرتنا. نعم. مشكلتنا مع اللي ما يرد أو اللي ما يرغب. أو هل فهل يعني صدقا هل يوجد كاتب مثلا يرفض أنه يجتمع مثلا مع قراء أو للنقاش مع للنقاش على كتاب أو أحد مؤلفاته؟ بالضبط. في اللي ما رد علي وأنا مسؤول، وفي اللي رد وطلب مبالغ وهو أوكي. عارف انه احنا جهة تطوعية. انا موصل له الرسالة هذه. انا ما عندي مشكلة انه هو ياخذ مبالغ. لكن انا ما عندي اعلانات، هذا شيء. الشيء الثاني، انا ما افرض رسوم على القارئ اللي يحضر عندي. يعني ما اقول اللي بيحضر اللقاء يدفع رسوم. نعم. وبالتالي انا ادفع لك. لا، فالموضوع من الاول يعني هو للاسف يظهر في تويتر وفي منصاته ويزعل يقول أمة اقرا لا تقرا، ويزعل ويقول أيه. انتم ما تقرؤون. هذه مثاليه نقدر نسميها بصراحه. بالضبط. أيه. واذا جيت انا في الخاص قال لي يعني للاسف حتى المبالغ زهيده، لكن المبدا غير مقبول. الاعتراض على المبدا. لو كنت انا مثلا بستاجر مكان وباخذ بدفع فيه رسوم وباخذ رسوم من القراء اللي بيحضرون عندي والموضوع ربحي، ممكن أيه. والله هنا تطلب علي. لكن انت قاعد تقول أمة اقرا لا تقرا، وقاعد تقول مجتمع القراءة ولازم تنتشر القراءة، وقاعد تسوق لكتبك، وقاعد تتمنى أن العالم كلها تقرأ، وفي المقابل أنت ما تدعمنا في ساعة واحدة. أيوة. بحياتك كلها. فهذا الموضوع شوي مزعج، مو بشوي لا، كثير كثير. أي كثير كثير. وإن شاء الله بنتكلم عن الـ 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 الأشياء اللي يعني ما نتمناها، أو الأشياء اللي سميناها اللي هي الناس اللي يكرهونك أحيانا في الشغل. صح. يعني أنا والفريق اللي معي فيما يخص حتى الكتاب والقراءة بشكل عام، يعني أعتقد أن المفترض يكون الكتاب يكونون شوية يعني مرنين، بالذات اللي يعني الآن المؤلفات صار المنافسة فيها قوية وكبيرة وشرسة أحيانا، أنه أنا لازم كيف أخلي المؤلف اللي عندي يصل، كيف أنا ممكن. على فكرة أنا أتوقع أنه الكاتب لو أنا يعني يجلس مع ناس يناقشون مؤلفاته طول الوقت أو أول بأول مثلا كل أسبوع، أعتقد أنه هذا شيء بيعطيه دافع وحافز أنه أنا أقدم مؤلفات بشكل أفضل أو بالضبط. أعمق حتى المرة الجاية. وإذا طلع هو مثلا في برنامج في الغالب الإطراء هو اللي يوجه له، يوجه للكاتب. أي يعني المديح والإطراء، ويمكن لو يتصل واحد ينتقد يقطعه. معنا حنا لا، وطلعوا معنا كتاب يعني الأستاذ حجي جابر كاتب أرتيري مشهور طلع معنا وانبسط في اللقاء وسمع ردود الفعل، وسمع اللقاء موجود على فكرة في قناتنا في اليوتيوب. أيوة. سمع مثلا نقاط في كتاباته في رواياته، وقال فعلا هذا خطأ أنا اقترفته وحاولت أعدله في الرواية الثانية. يعني حتى هو انبسط من كمية الوعي عند القارئ. صح. إنه يقدر يميز إنه هذا مقنع وهذا غير مقنع. الأستاذ أحمد أبو دهمان كاتب أستاذ مرة عظيم. يعني طلع معنا
كان يتعامل معنا يعني كأننا أبنائه. صحيح. كان يعني فعلا إحنا حبيناه وحبينا روايته، وبعد ما طلع معنا حبيناه أكثر. ووعدنا في لقاء إن شاء الله بعد ما نعدي زمن كورونا، في لقاء تجمعي يعني. نعم. ويبغى يتقابل معنا مباشرة مع القراء. ممتاز. لأنه يعني هذول الناس أستاذة بسمة هم اللي يقولون لنا واصلوا كملوا إحنا معكم. فعلاً. بكرة عندنا لقاء مع الدكتور سعيد السريحي. معروف. دكتور سعيد أول ما عرف وأول ما تواصلت معه رحب في الفكرة تماماً. إيه. فهذولي شكراً لهم. الباقيين للأسف إحنا ننتظر ونأمل إنهم يتغيروني. إحنا رح نرجع يعني شدتني نقطة إنه فعلاً في كتاب يعني ينسون قيمة. يعني قيمة إيش يعني قراءة ونقاش، القيمة الجوهرية لهذا الموضوع، يمكن تفتون لشيء يعني هو طبيعي وحقهم يعني مادي، لكن هم يركزون عليه أكثر من الوضع الجوهري لمغزى الكتاب حتى ومغزى المؤلفات اللي عندهم. طيب إحنا وليد راح نروح لفاصل قصير، فاصل إعلاني، وإن شاء الله راح نرجع نتكلم على صالون نضاد الأدبي. ابقوا معنا. هابي داي على UFM. دقيقة بس نشوف وش مشتهي تاكل، وهنجر ستيشن عازمك على 99% من قيمة طلبك الأول، وفوقها توصيل مجاني مع كود معزوم. أطلب من هنجر ستيشن الحين. أكلت هذا البرجر في عيوني وتلذذت بطعمه في عقلي. عيش لغ سبايسي هريسة صوص الغامض في اللقمة الثانية من ريد هوت برجر الجديدة من KFC، مسلسل من اللهيب المتواصل. أطلبه الآن على تطبيق KFC. الآن عروض فتنس دبل تايم، اشترك 12 شهر في مراكز الفتنس والبرو النسائية والرجالية وراح تحصل على 12 شهر مجانا. اشترك 6 شهور في مراكز الفتنس والبرو النسائية والرجالية وراح تحصل على 6 شهور مجانا. اشترك 3 شهور في مراكز الفتنس والبرو النسائية والرجالية وراح تحصل على 3 شهور مجانا. فتنس تايم، دايما عندك وقت. اكتبها وارسلها وعلى الهوى تسمعها. UFM واتس 0811110999. UFM رياضة وأكثر. هلو، أهلا بك في العالم الرقمي لإذاعة UFM. أولالا. تويتر، كل جديد وحصري. إنستغرام، كواليس الإذاعة. سناب شات، حكاياتنا اليومية. يوتيوب، برامج وتغطيات. على UFM راديو. لاقونا في عالمنا. UFM رياضة وأكثر. اسمعنا وكلمنا 0811110999. UFM رياضة وأكثر. على UFM. Happy day. يا اهلا وسهلا، وحديث شيق صراحه مع ضيف الاستاذ وليد العميل. استاذ وليد، كنا نحكي معه عن صالون ضاد الادبي، هو مدير العلاقات العامه والاعلام في هذا الموضوع. طبعا صالون ضاد الادبي كل يوم ثلاثاء، عشان نختصر على المستمعين، كل يوم ثلاثاء يصير في اجتماع مع الكاتب، تقترحون كتاب تقرؤونه يوم الثلاثاء، ممكن تناقشونه مع الكاتب او حتى ممكن بدونه. قديش مفيد ان يكون عندي كتاب واناقشه؟ قديش هو ممتع؟ انا ودي توصف لي هذا الموضوع. اذا عندك انت كتاب وتناقشينه معنا، او حتى عندي كتاب او بشكل عام مثلاً، كيف ممتع مثلاً هذا الموضوع؟ تخيلي انت تطلعين معنا مثلا، واحنا مسوين اعداد تام عنك من الى،
وأقول لك والله أنت تعجبيني بكذا وكذا وكذا وما تعجبيني بكذا وكذا وكذا إيه. وعندك غلطات كذا وعندك ما يعني واحد قاعد يهدي لك الأشياء اللي عندك قصور فيها مو عيوب قصور عشان تركز عليها أو يقول لك يا أخي شكرا أنت أقنعتني وأنت جدا مميز وأنت تحترم عقلي فهذا بحد ذاته محفز لك وهذا اللي شفناه مع العظماء اللي طلعوا معنا يعني احنا ما يعني التركيز ليس فقط على الكتب يعني مثلا سوينا أمسية شعرية كان معنا الدكتور عبد الرحمن العتل ما قصر جزاه الله خير طلع معنا مع الأستاذة أسيل سقلاوي من لبنان أوكي. فكان اللقاء أونلاين واستمتعنا كثير كان شعر في اللغة العربية جدا ممتع يعني قصيدتين هنا وقصيدتين هنا فكان ممتع جدا قدمنا أمسية عن الفن التشكيلي فهذه ليست كتاب لكنها مجموعة كتب طلعت معنا فنانة تشكيلية الأستاذة هديل وقدمت مختصر عن هذه المدارس فمثلا سيرة نزار قباني يعني أنت تحبين نزار بدل ما تروحين تقرين مجموعة كتب في أمسية واحدة ممكن تأخذين ملخص لهذا الموضوع كامل يعني اللي يقدم عندنا ليس فقط كتب أحيانا أيوه. تكون يعني شكل بحث أيوه فالإعداد ضخم ضخم ما شاء الله طيب يعني السؤال يمكن بما أنك طرحت موضوع الإعداد يعني كيف يتم اختيار الكتب للحديث عنها هل ما أنتم الآن قبل شيء كأني سمعتك تقولي أنه ممكن نختار مثلا مو عشان الكتاب يمكن عشان المؤلف وأحيانا العكس الكتاب يعني أنه يعني تسلطون الضوء على الكتاب بغض النظر عن عن المؤلف فكيف يتم اختيار الكتب للنقاش عنها من اللي اختارها كيف ترشحونها ما في مبدأ واضح يعني أحيانا مثلا فريق العمل أحيانا أنا مثلا والفريق اللي معي يعرفون أنه الكتاب هذا مثلا مميز في هذا المجال نعم. أحيانا أنت أستاذة بس ما تجين تقولين أبغى أقدم إيه؟ أنا أقرأ وأبغى أقدم فتقترحين يعني يكون الاقتراح من المقدم نفسه إيه؟ فيقترح كتابين إلى ثلاثة وإحنا نختار طبعا في معايير أساسية يعني مثلا ما راح نبحث عن الكتب الجدلية الكتب اللي فيها صراعات أو ما في إقنعني وإقنعك يعني, إيه إيه. يعني أو أشياء تمس مثلا مبادئنا هذه لا نحاول قد ما نقدر أن الكتاب يكون متوفر في مكتباتنا نحرص على الكتب ذات القيمة العالية فكريا يعني لما أنا أخليك تترك كل شيء وتجيني يوم الثلاثاء وتحضر معي لازم تستفيد ولازم أكسبك للقاءات الجاية إيه؟ الهدف مو ربحي الهدف لك أنت وبعدين الاختيارات أحيانا نسوي استفتاء مثلا للقراء أحيانا نقول للقراء في حساباتنا في تويتر رشحوا لنا كتب إيه؟ فنكتشف أنه في كتاب والله رايحين له أصوات إيه ما يمنع بالعكس بالضبط فهي ما في مبدأ ثابت لكن حاليا يعني الحمد لله يعني إحنا قبل يبدأ شهر واحد احنا منتهين من جدول شهر 2 فالحمد لله يعني في تجاوب يعني الشريحه قاعده تكبر في تجاوب من كتاب في تجاوب من قراء في ناس اخصائيين في علم النفس فحاب يقدم كتاب في علم النفس احيانا نختار الموضوع او الكتاب على حسب الحدث العالمي يعني مثلا يوم اللغه العربيه فحلو نقدم شيء في اللغه العربيه يوم التطوع صح. في كورونا في ايام الحجر كان رواية الطاعون مثلا فهي مشابهة في ربط بالضبط الموضوع فنحاول حلو. قد ما نقدر نواكب الحدث موجود يوم عالمي أو, 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 أو رواية مشهورة أو نترك للي بيقدم عندنا ايه؟ اختيار كتاب بس بشرط أنه يناسب معاييرنا نعم هو عموما حلو أنه اختيار الكتاب بيكون يعني مربوط بحسب الحدث وكمان حلو انه يكون في كتاب يعني بحسب اختيار اللي يتابعونكم طيب ما شاء الله انتم في بينكم ترابط كذا ما بينكم وبين المتابعين في حساباتكم فهذا معناته ان انتم يمكن حاطين جدولة معينة للتسويق على الحساب اكثر انكم تتفاعلون معاهم فودي اتعرف اكثر كيف الماركتينج عندكم في حساباتكم الشخصية السوشيال ميديا يعني للاسف يعني في ناس كثير ينظرون الى للاسف يعني للبضاعة المقدمة انها كتب ايوه وللاسف انه جزء كبير من القراء اللي يقرؤون يقول لك انا ادور وقت فاضي عشان انا اقرا أيوة. ما ابغى احضر حضور اللقاءات هذه يعني حتى لو انت قرات الكتاب وعندك فكر معين عن هذا الكتاب الحضور يعطيك رؤيه ثانيه انا بدل ما اقرا قراءه وليد
أنا ممكن أجلس وفي حوار وأستفيد من نظرتك أنت. نعم. ونظرة الثاني والثالث والرابع، ففي أفكار تطلع معاك وما تطلع معي أنا. أي. تطلع معي أنا لو قرأت الكتاب ثاني مرة. نعم. وبعد سنة قرأته ثالث مرة، فهنا تختلف يعني. الحوارات زينة، ما يكفي بس أنه تقرأ الكتاب. التسويق فيه مشكلة يعني مثلا أحيانا الكاتب نفسه أو المقدم إذا جاء وبيقدم عندنا ورتوة للتغريدة نستفيد كثير من متابعينا طبعا، ويحضرون عندنا. هذا مكسب. المكسب المهم طبعا سهل أني أنجح، الصعب أني أستمر. فلازم إذا جاء هذا الضيف يلاقي إعداد ضخم ويلاقي احترام لعقليته، ما يلاقي الأسئلة المعتاد عليها طبعا، علشان يثبت الموضوع وألقاه طلع من اللقاء وراح أضاف حسابنا وأضاف الإنستغرام وأضاف اليوتيوب وعلق على مقطع في اليوتيوب قبل شهر. أيه. فهنا أنا كسبت. زائد يعني هذا اللي نعتمد عليه في التسويق فقط. أيه. إحنا محتاجين الكتاب يدعمونا بحضورهم بتشجيعهم لنا بتقديمهم لنا. نحتاج القراء نفس الشيء بعد يحضرون معنا. نحتاج أصحاب المبادرات، رجال الأعمال، المثقفين. ما نبحث عن الربح المادي، بس نبغى حنا هذه الثقافة تنتشر. نعم. طيب ما فكرتوا مثلا يكون في يعني أنا متأكد أنه شريحة المتابعين عندكم أو اللي تواصلوا معكم راح تتوسع في الأيام القادمة، لأنه ترى اللي يعشقون كتب كثير طيب ويبحثون على المصادر هذه. طيب ما فكرتوا يكون عندكم مثلا أحد المشاهير، أحد المؤثرين مثلا، ممكن أنه يكون جسر بينكم وبين هالشريحة؟ هل فيه مشهور مثقف؟ ما أعرف صراحة. ولا أنا أتمنى فعلا في مشهور مثقف. يعني لما يجي لي مثلا واحد مشهور يصور مجرد يوميات ومشكور يعلن، الشريحة اللي تتابعه ممكن مو الهدف حقي أنا. صح. ما يجون. لكن أنا أتمنى من اللي عنده الشريحة هذه فعلا حنا محتاجين دعمه، يعني إطراء، ذكر للمكان، نشر للرابط، أي شيء احنا محتاجين. الشيء هذا أنت تقدمه لمجتمعك مو الوليد. يعني بعد سنة سنتين ثلاث أنا والفريق اللي معي ممكن خلاص يعني تركنا، لكن في ناس ثانيين بيكملون المشوار فعلا. فالهدف للمجتمع وليس لنا احنا. فانا اتمنى انه فيه احد يبادر. يعني انت تعتقد انه حتى الان ما في، انت تشوف يعني حسب اطلاعكم انتم في صالون ضاد تحسون انه حتى الان ما في احد ممكن بس يعني. اذا انا تواصلت مع مثقفين مو واحد وفي منهم اللي ما رد على الرساله ولا قال لي لا ما راح أدعم ولا أيه. ولا قال لي ما راح أحضر. نعم. وفي منهم اللي اشترط مبالغ ما تذكر. أيه. وهو يطلع ينظر في القراءة. كتاب يعني. أي كتاب، فما بالك في المشاهير الثانيين. فمن باب أولى يعني حتى يعني ومع أنه مو هدف بالنسبة لي أنا، لأنه ما أدري عن شريحته، لكن أنا أتمنى ومن الآن يعني أي واحد بيبادر أنا أقول بيض الله وجهه وجزاه الله خيره. هو يسوي شيء مو لي أنا ولا لضاد، للمجتمع نفسه. يعني أنت لو تثقف واحد أو تتسبب في دخول واحد هذا، أنا أفرح بكل انشغالاتي والفريق اللي معي إذا جاني واحد وقال لي أبغى أقرأ وأبغى أبدأ في القراءة بس ما أدري من وين. أيوه. أبغى رشح لي رواية، رشح لي كتاب، أنا أنبسط، أترك كل شيء وأصير معه. نعم. ولو الكتاب مو عنده ممكن أوفره له. ليه؟ لأنه يا أخي أنت ما تدري وش قاعد تزرع في هذا الشخص، وبعد فترة وش البذرة هذه وش تبي تطلع. فإحنا محتاجين للمجتمع يعني وليس لنا إحنا شخصيا. عندنا معاناة ثانية اللي هي مثلا إحنا عندنا مسار ثاني اللي هو في كل شهر بداية شهر ميلادي أول يوم أربعاء عندنا ملتقى حضوري. حلو. يعني غير الأونلاين اللي كل أسبوع، في كل أربعاء يعني الأربعاء هذا في يوم 6 الأربعاء القادم عندنا لقاء في الرياض حضوري. نعم. طبعا الحضوري يكون غير الأونلاين، التفاعل يكون غير. عادة يكون الموضوع مثلا ممكن يكون ورشة عمل انه في تطبيق. احنا عندنا معاناة في المساحات اللي يسمونها مساحات العمل. ايه؟ يعني تخيلي مبالغ ضخمة تفرض على ساعتين. المبالغ هذه خيالية طبعا، علشان أخذ مساحة لمدة ساعة ونص أو ساعتين. نعم. وقدم فيها شيء للناس اللي جايين. في أندية قراءة مشكورين يأخذون رسوم من الحضور. نعم. وما قصروا، وترى ما عندهم وسيلة غير هذه، وبيض الله وجههم يعني مجتهدين. أنا قد ما أقدر أحاول أني أقدم كل شيء مجاني. أي. فما أقدر أنا أتحمل هذه التكاليف العالية. نعم. وما أبغى اللي يجي أخذ منه رسوم علشان يحضر شيء يتعلمه، يعني ما أبغى.
فالموضوع يعني حتى هذولي احنا نحتاج يقول لي والله انا بعطيك المساحة هذه ساعتين في الشهر. ايه. كل شهر ساعتين فري. الشهر اللي راح ما قصر يعني في كافي اعطانا مساحة. ايه. طبعا هو انبسط من المشاريب، انبسط من اللي جو، عرفوا المكان وناسبهم وكان قريب من بيتهم، وفي ناس كثير ثبتوا الموقع يعني استفاد تسويق له هو. صح. لكن المكان ما كان مناسب، انه فيه شوي ازعاج. يعني نحتاج مساحة مغلقة شوي. لا هو عموما يعني نقدر دائما نقول البدايات لازم يكون فيها معوقات، لازم يكون فيها صعوبات، لابد هذا يعني، وأنا متأكدة أن هذه من ضمن التحديات اللي عندكم، ولكن يعني المهم في أي مشروع وبالذات إذا كان فيها يعني كتب، أنا أشوف في وجهة نظري يعني راح يعني حب الناس لهذا الشيء، أعتقد أنه راح تخلي المعوقات بالنسبة لكم شيء جدا سهل، وراح تتجاوز، راح تتخطونه بشكل كبير يعني بتعاون المجتمع. أنت ما قصرت اليوم، استضفتينا، وصلت صوتنا إلى مدى أبعد، فهذه يعني أنت اختصرتي علينا سنوات، فعلا شكرا لك. وإحنا مستعجلين يعني، ممكن إحنا طموحنا يعني أول ما بدت الفكرة بدت صغيرة وبدت تكبر، وحنا طموحنا كبير، فيمكن عشان كذا إحنا نستعجل النجاحات، زائد إنه نفرح إذا أحد يعني سهل لنا عقبة مثلاً. إيه. فأنتي ما قصرتي يعني، وصلتي صوتنا، إحنا نأمل الباقيين في المجتمع بعد يساعدونا إن شاء الله على نشر هذه الثقافة. لا بالعكس، أنا يعني أنا متفائلة خير لكم، وأقول إن شاء الله سنة 21 راح تكون سنة مميزة بالنسبة لكم وليد. يعني أنا أعرف أنه الصالون أو صالون ضاد يعني بداياته كانت شوية صعبة بالنسبة لكم، وأنا متأكدة يمكن حكينا تحت الفاصل في هذا الموضوع أنه غريب أنه في كتاب يعني جدد، طيب هم بحاجة للدعم، طيب بحاجة أنه هم يعني هم بنفسهم مفترض أنه يعني ينشؤون من نفسهم، هم يعني زي صالون ضاد الأدبي كذا جلسات نقاش، لكن إحنا قاعدين نشوف أنه لا، إن ما أدري هل تحس أنه هذا الشيء ساير الآن غريب؟ الآن إذا طلع مثلا كاتب جديد مثلا خلاص هو يصنف نفسه أنه هو ناجح، هل تحس أنه في مشكلة اليوم؟ بالضبط. وللأسف يعني في عدد كبير منهم أصلا ما كان قارئ، هذه المشكلة. لكن كيف صار كاتب؟ بالضبط. وفي ناس كثير منهم لما يعني تنتقدينه، حتى مو تنتقدينه، هو تنتقدين العمل نفسه أنه مو مقنع، أو هنا في خطأ، أو ما في ترابط في القصة أو حبكة أو الشعر مو موزون، أو نعم. يزعل وبلوك وكذا، فأي ففي ناس منهم أصلا ما يقرأ يعني وفجأة صار كاتب. في كتاب عظماء، طيب في كاتب أنا صراحة ناسي اسمه، كان عنده رواية من أنجح روايات في العالم، أذكر مرة في مقطع فيديو كانت قديش الناس يعني قبل ما يطرح الرواية اللي عنده قديش كانوا يقولوا له ترى فاشلة الرواية، ترى فاشلة، وباع كل شيء في البيت عنده، كل شيء ما كانت مؤمنة في هذا الموضوع لزوجته. وشوف الآن الرواية يعني هذا اللقاء من السبعينات، يعني احنا شوف الآن في عام كم، وشوف النجاح اللي صار فيه. فأنا أعتقد يعني المفترض أن الكتاب الجدد الآن يعني يتعلمون من الكبار يعني، بس أنا ما أدري، نرجع نقول إن شاء الله خير. 21 ممكن نشوف كذا نوابغ في هذا الموضوع، يا رب نتعلم منهم أكثر، يا رب. فأنا صراحة سعيدة جدا بالحوار معك يا وليد، بس أنه قبل ما نختم، طبعا حكينا عن أشياء كثيرة، عن الصالون، وحكينا عن مشاركات الكتاب، وأنا متأكد أنه في أسماء أنتم مرة فخورين فيها في الصالون. أخيرا قبل ما نطلع على الفاصل، في 2020 إحنا تحت الهواء حكينا أنه هي سنة كانت مميزة بالنسبة لكم في الصالون، في 21 إيش راح يكون، إيش الخطوة القادمة بالنسبة لكم؟ أنا وطبعا الفكرة أول ما طلع الصالون، أنا يعني كانت بيني أنا وصديقي صبح عليه بالخير أستاذ خزام الشهراني، وأكيد قاعد يسمعنا الحين، بدت الفكرة أونلاين. نعم. فقط كل يوم ثلاثاء وحجر وكذا. كبر الموضوع، انضم للفريق سادة صافية، بعدين سادة مها، بعدين مشاعل، بدينا نكبر. الآن بدينا نفكر مو أونلاين كل أسبوع، لا، الآن عندنا كل شهر لقاء حضوري. الخطة الجاية إن شاء الله بودكاست، اللي بعدها إن شاء الله تنظيم ورش عمل، دعم للمدونات، دعم للكتاب المبتدئين. يعني في ناس يعني ما قصروا، عندهم مثلا يقدر يقيم ورشة عمل تعليم الكتابة، تعليم الرواية، تعليم المقالة،
فاحنا من اهدافنا ان نجمع المقيم الدورات هذه مع المستفيدين طبعا مجاني كله. فالافكار كثيره، لكن اذا احنا شخصين وصرنا ثلاثه ووصل العدد الى خمسه وما قصروا لولاهم انا ماني موجود هنا. يعني انا اللي طلعت الان مثلا في الواجهه وفي الصوت، لكن لولا الفريق اللي معي انا ما كنت موجود عندك، ولا في احد قاعد يسجل في حضور اللقاء الجاي، ولا في ناس مبسوطه من شغلنا. احنا محتاجين اكثر لانه افكارنا اكثر. نعم. يعني الخطط اللي في بالنا كثير. يعني عشان اسوي قناه بودكاست انا محتاج صوت، ومحتاج فريق اعداد، ومحتاج مكان تسجيل. علشان اقيم لقاء كل شهر محتاج مساحه عمل. صح. تستضيفني ساعتين كل شهر بدون تاخذ رسوم، علشان انا ما اخذ من الحضور رسوم. فانا قاعد اتحمل الى الان. محتاج كتاب يدعمني، حتى لو طلع كتاب جديد يقول والله هذه 10 نسخ هدية لكم، نقيم عليها مسابقات، نوزعها على القراء، نوصلها للمستفيد. محتاجين أشخاص يكونوا يعني مرنين أكثر. بالضبط. يعني الهدف هو النشر وليس الهدف هو بزنس. لا. فإحنا نقدم شيء للمجتمع، أتمنى أنه هذه الرسالة تصل، وأتمنى أنه في نهاية المطاف يعني ما ندري نشوف آخر 21 ولا 22، لكن يكفي أن نترك أثر. ممتاز جدا. عموما يعني الرساله والهدف اللي انتم ماشيين عليه في الصالون الادبي جميل جدا، وصدقني في ناس كثير تعشق الكتاب وتعشق ايضا القراءه. فانا صراحه اتمنى لكم التوفيق، وحتى لو صار مستقبلا في مبالغ ماديه وليد، انا يعني ما ودي، يعني انا ما لي خبره في هذا الموضوع، لكن ما يمنع انه يكون في عائد مادي على الصالون لو شيء بسيط. بالعكس انتم راح تستفيدون ترى على فكره، وما يمنع بهذا الموضوع. بس انه ارجع اقول الهدف، اذا الهدف سامي عندكم يطغى على الموضوع المادي، فمتاكد ان شاء الله راح تكون خطواتكم ناجحه في الايام القادمه. شكرا لك وليد. وانا طرحت صراحه حسابهم في تويتر، وهم ايضا عندهم حساب في كل وسائل التواصل الاجتماعي ما شاء الله عليهم، عندهم في انستغرام، عندهم موقع خاص رسمي فيهم، وكل يوم ثلاثاء ترى يتناقشون على الكتاب. على الكتاب الجاي علموني وشو، واذا في ترشيحات ان شاء الله للكتب انا راح اشترك معاكم واقول لكم وش الترشيح. لقائنا الجاي مع الدكتور سعيد السراحي باذن الله غدا ان شاء الله. ان شاء الله. خلاص ان شاء الله. لو صار عندنا وقت ان شاء الله راح اكون متواجده. انت سويت اللي عليك واكثر. شكرا لك. يو اف ام سوت اللي عليها واكثر. شكرا لكم، انا مدين لكم كثير انا وفريق عملي. الله يسعدك. شكرا يا وليد، اتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله راح تتركون بصمة كذا واضحة في هذا العالم. إحنا راح نروح لفاصل قصير مستمعينا وشويات وراجعين، خليكم معنا. Happy Day على UFM.